مشاهدينا الكرام، اليوم أنا سعيد جداً باللقاء معكم، لأن اليوم ومن خلال فقرتكم الرواعي على الإنجيل حنتكلم عن المسيح الملك. تعالوا سوا ونسمع هذه الآيات العطرة من كتاب الحياة اللي تصف الحوار اللي دار بين بيلاطس الحاكم الروماني والرب يسوع المسيح. كلمة الرب تقول: ثم دخل بيلاطس إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاك تقول أنت أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساءك الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم لليهود، لكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا ولدت أنا، لهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل ما هو حق يسمع صوتي. وقال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس. وكان باراباس لصا. يوحنا 18 الآيات 33 إلى 40. أحبة المشاهدين، بيلاطس هذا على الأغلب أنه حاكم مستبد وكثير التردد وجبان. بيلاطس شاف خبث اليهود وشرهم، فقرر محاكمة المسيح بنفسه وسأله: أنت ملك اليهود؟ لأن هذه هي تهمة اللي أنه يدعون، أنه يدعي أنه ملك اليهود. كان بيلاطس متعجب من يسوع، فمين هذا اللي يطلب الملك وبنفس الوقت ما يخاف من المنية ويفضل ساكت ولا يدافع عن نفسه؟ لكن التهمة نفسهم خلت بيلاطس يخاف، مع أنه مقتنع ببراءة يسوع، ولكن كان يخاف من اليهود لا يثورون عليه، وهذا اللي خلى بيلاطس يحكم على يسوع بالموت بعد التهم اللي وجهها رؤساء اليهود ضد المسيح. بيلاطس لم يجرؤ على اتخاذ قرار بتبرئة يسوع، على الرغم انه اعترف 3 مرات انه ما شاف اي عيب في المسيح، حسب يوحنا 18:38 ويوحنا 19:4 ويوحنا 19:6. بيلاطس يسأل المسيح حسب التهمة اللي وجهها اليهود ضده. هم يقولون أن المسيح يدعي أنه ملك اليهود، وهذا يعني أنه ضد القيصر، وكأن اليهود يبون أصلا يبون القيصر يحكمهم، لكنهم بيستغلون خوف بيلاطس من القيصر علشان يحفزونه علشان يصلب يسوع المسيح، لأنهم ما لهم حق بإصدار أوامر قصاص لأنهم تحت الاستعمار الروماني، ولزوم أمر مثل هذا يصدر من الحاكم الروماني. علشان كده راحوا لبيلاطس اللي فضل موت المسيح على الرغم من قناعته بأنه بريء، علشان ما تصير ثورة وتتشوه صورته قدام القيصر. الملفت للنظر أنه بيلاطس كان يسأل المسيح: أنت ملك اليهود؟ يعني الجواب من المفترض أنه يكون نعم ولا لا، لكن المسيح قال لبيلاطس: أنت تقول ولا حد استكانع لك؟ يعني صار يسوع هو المحقق. هذا ذكرني يوم تحقق معي بالسعودية، وكان الأخ فغين
كان يحقق معي بسبب إيماني بالمسيح. طلبت منه أنه يسألني في آخر التحقيق، كان يحقق بسبب إيماني بالمسيح، فطلبت منه أنه يسألني، يقول هل لديك أقوال أخرى في نهاية التحقيق؟ لأني كنت أحس أنه عندي رسالة لزوم أوصلها له. خلنا نرجع لموضوعنا. المسيح انصلب، وبيلاطس أمر أن تكتب لوحة فوق الصليب مكتوب عليها يسوع الناصري ملك اليهود، بالعبري واليوناني واللاتيني. اليهود عرفوا أنه هذه إهانة لهم، كيف ينصلب ملكهم؟ علشان كده طلبوا من بيلاطس أنه يشيلها، حسب يوحنا 19:21. ولكن بيلاطس رفض طلبهم. بيلاطس رفض طلب اليهود بسبب إما أنه يبي يوري القيصر أنه فعلا صلب المسيح فيعطيه مكافأة، أو علشان يهين اليهود بأنه صلب ملكهم. وهناك البعض يحسبون أنه بيلاطس يحترم يسوع وكان مضطر لصلبه، وهذه اللوحة تعبر عن مشاعره. هذا رأي البعض يعني. فصار فرح اليهود بخلاصهم من المسيح هو نفس السبب اللي سبب لهم الحزن والمرارة والإهانة. أحبتي في المسيح، فعلا المسيح ملك. المسيح يملك الآن على قلوب الملايين من البشر. المسيح يملك بحبه مش ببطشه. المسيح يملك من جد وبشكل فعلي، وحنا نقول خادم القوم سيدهم، والمسيح خدمنا بأهم قضية ممكن يواجهها الإنسان، قضية الخلاص. المسيح خلصنا من عبودية الخطية، علشان كده هو ملكي وحبيبي وسيدي، وكل شيء لي في هذه الحياة هي المسيح. وانت ايش المسيح بالنسبة لك؟ اترككم في رعاية ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. آمين.